ايه فتحي، رحت لحد فين يا عم؟ اكرم عامل ايه؟ اكرم كويس. المهم انت عامل ايه وناوي تعمل ايه؟ انا كويس، انا قدامك اهو. كويس كويس ازاي بس يا فتحي؟ ده انت يا اخي شايل هموم الدنيا كلها فوق دماغك. هو اللي حصل ده تربكت شويه، وطبعا كارما كملت عليك بعد الكلام اللي قاله طارق عننا في المستشفى. بس معلش، احنا برضه لازم نعذرها يا فتحي ونستحملها مهما قالت. انا اعذرها، بس مين يعذرنا انها تربو؟ فتحي بقول لك ايه، انت لازم تهدى شويه عشان تعرف تفكر وتخرجنا من الغرقه اللي احنا فيها. كله بسبب طبع الكلب اللي اسمه سراج ده، وفعلا طلع واطي قوي. المهم، عايز نعمل ايه في الحاجة اللي عندي؟ مفيش، خلي كل حاجة مكانها عشان لو عوزتها اعرف اوصل لها حتى لو انت مش موجود. ماشي يا فتحي، معلش انا هروح شوية عشان ارتاح عشان مش قادر اصلب طولي والله. بس لو عوزت اي حاجة لازم تكلمني، وبكرة ان شاء الله اكون عندك من بدري. ماشي، سلام يا فتحي. سلام. ما بتردش عليها ليه يا فتحي؟ وبعدين احنا مش كان في ميعاد بيننا وبين بعض؟ من امتى بتخلف معايا مواعيدك؟ انت ايه اللي جابك؟ جاي افهم ايه الموضوع؟ جاي تفهم ايه الموضوع؟ ولا جاي تعملهم عليا وتستعبط؟ جرى يا فتحي؟ ما تنساش انك بتتكلم معايا. انت اللي نسيت مين هو فتحي زدان. فتحي زدان اللي عظمه ناشف قوي ويشرخ اي زور يغدر بيه، والزور ده حتى لو كان سراج الكومي، يبقى الله يرحمه. اغدر بيك؟ انا مش فاهم انت جبت الكلام ده منين. ما تلفش وتدور عليا، انا فتحي زدان اللي اشتغلت معاك سنين وكسبتك من ورايا الملايين وعملت لك عمليات انت ما كنتش تحلم انها تتنفذ، واخرهم كان صندوق الذهب اللي مع الواطي اللي اسمه غنيم اللي جبتهولك، وانت كنت هتتجنن ومش عارف انا عملت كده ازاي. عشان كده ما تنساش ابدا ان اللي قدامك فتحي زيدان، فما تلفش وتدور كتير. اكيد اكيد انت فاهم غلط يا فتحي. فعلا انا كنت فاهم غلط، عشان كنت فاكرها عشرة وعيش وملح، لكن الموضوع طلع في الآخر مصلحة. وبمجرد ما المصلحة قربت تخلص وكل واحد هيروح لحاله، أنت خسيس طمعت في نصيبي ونصيب رجالتي. ومش كده وبس، ده أنت قلت كمان تخلص من أي ديل، بس أنت حسبتها غلط عشان أنا مش ديل،
مش من الناس اللي يتمص دمهم ووقت اللزوم تخلص منهم يا واطي. أنا صبرت عليك كتير. بص يا فتحي، أنا سراج، ومش السراج اللي يتلاعب بيه ويتقال له الكلام ده. خلي بالك، أنا برضو الأستاذ وأنت التلميذ. فين الورقة يا فتحي؟ أنا جاي النهاردة يا قاتل يا مقتول، ولازم أخد الورق. تبقى مقتول يا سراج. أوه! ايه؟ صباعي! ما كانش لازم يا فتحي أنا وأنت نقعد في بعض أبداً. كنت تقول الكلام ده لنفسك قبل ما تفكر تغدر بيا. أنا مش فاهم بس، أنت جبت الكلام ده منين؟ من الراجل اللي أنت بعته لأكرم عشان خاطر يخلص عليه، ومن غنيم الكلب اللي مستني معاك عشان خاطر يخلص عليا. مش بقولك يا أستاذ، ما تنساش. أنا همشي معاك يا فتحي ومش هأوحك، عشان ما ضيعش وقت ووقتك. حتى لو كان الغلط حصل بإيدنا نصلحه. عرض جديد بشروط جديدة تحفظ حقك، وبعدها كل واحد يروح لحاله من سكات، ويا دار ما دخلك شر. الشر دخل من ساعة ما قررت ان انت تشيلني من سكتك. التلاتة مليون دولار هيبقوا 4، وانت بقى تأمن نفسك كويس قوي، وانت اللي تحدد الزمان والمكان اللي هتسلم وتستلم فيه. يا خسارة يا خسارة، الأستاذ كبر وخرف ونسي إن للعبة أصول، واللي ينسى أصول اللعبة ويخون نسلخه قبل ما نذبحه. ولا نسيت يا أستاذ؟ يعني إيه مش فاهم؟ يعني أنا كل ورق اللعبة في إيدي، والعرض الخايب اللي أنت مقدمهولي ده ولا حاجة قصاد لو رحت لعامر الديب وعرضت عليه اللي عندي، هيعرض عليا 10 أضعاف اللي انت بتقوله لي، وساعتها انت هتطلع من المولد بلا حمص. تبقى بتفتح على نفسك وعليا النار يا فتحي، لان الناس اللي احنا بنشتغل معاهم ما بيرحموش. لو ما استلموش حاجتهم وحسوا ان احنا بنلعب بيهم مش هيرحمونا. لا، مش هيرحموك انت. انا ما اتفقتش مع حد وما كلمتش حد. حاسب بقى على الفاتورة. أنا وأنت في مركب واحدة يا فتحي، وتبقى عبيط لو كنت فاهم إن أنا هضيع لوحدي. أنا بقى غبي لو حطيت إيدي في إيدك تاني. ده آخر كلام عندك يا فتحي؟ وتحمد ربنا إنك هتخرج من هنا على رجليك. اسمعني يا سراج، جه الوقت ان الاستاذ يتعلم من تلميذه حاجه. لما تكون طول عمرك مستبيع وحاطط راسك على كفك، محدش مهما كان يقدر يهزك. ولو اي حد جه عليا او على اي حد من اللي معايا، أنا هفرم لحمه. أنت اللي ابتديت بالغدر، والبادي أصلاً، واللي بينا لحد كده وخلص. لو لمحت طيفك هدفنك مكانك ومش هرحمك. أنا هديك فرصة 24 ساعة تهدى وتروق.
روق وتفكر، وبعدها بقى هنشوف مين اللي هيفرم لحم التاني، الأستاذ ولا التلميذ؟